على سلامتكم ومرحبا بكم عندكم في كوزينتكم، كوزينة كل يوم حكاية مع بيا. الكوزينة اللي نجيب فيها فنانين، إعلاميين، مخرجين، رياضيين، طباخين و كوزينة اللي نطيبوا فيها، نقصروا، نضحكوا ونخرجوا بحكاية ولا عبرة مع الآخر. نجيب لكم دي بيرسون اللي يفيدوكم، اللي تحبوهم في نفس الوقت. اليوم كاين إنسان عزيز عليا راهو معايا، هو وليد سميرة تيفي، راهو معايا اليوم. شكون معايا؟ ياسين محفوظ، مرحبا بك، وهذا شرف ليا أنك تكون معايا اليوم. الله يسلمك بايا، ميرسي بوكو. وشو تخي تخي كونتون و تخي زاليز في داري وعندك وعندي ومرحبا بيا عندك. الله يسلمك يا سيدي، صافي بليزير. وبرك المشاهدين ما يقدروش يعرفوا شحال جي ان كون ريسبي بور توا. ربي يطول عمرك يا سيدي. ان اكزومبل pour un chef c'est un vrai exemple. الله يسلمك. وانا اللي عندي بزاف ثانيك الاحترام لك ياسين، باسكو انت تي ان جون الجيريان راك طالع، ونتمنى لك النجاح. اللي راك هنا في قناه سميره تي في، انا اليوم جبتك باش نقصروا باش نحكيوا كيفاش ديجا شكون ياسين محفوظ. ياسين محفوظ هو مخرج في قناه سميره تي في، هو بالك عندي بالك دي زانفورماسيون اللي ما نعرفهمش راح نعرفهم عليك. كيفاش ياسين دخل الدومين هذا؟ كيفاش ياسين لقى روحو في سميره تي في؟ كيفاش ياسين راهو ياسين تاع اليوم؟ اليوم الضيف تاعي ياسين محفوظ اللي نرحب به، هو مدير فني في قناة سميرة تي في ومخرج في نفس الوقت. أرواحوا معايا تعرفوا عليه أكثر. نبداو من الأول، شكون ياسين طويلة. محفوظ؟ طويلة. نبداو غير شكون ياسين محفوظ. ألو ياسين محفوظ جون دو 28 ans. بديت الإخراج على جو أون فا دير اوتون كو مخرج محترف على جو 23 ans. بديت بون قبلها أنا في الليسي كنت ندير دي كور ميتراج مع من نوع هذوك اللي يرفدوا كاميرا يروحوا الغابة بداو يصوروا هذاك اللي شفالها. كنت في عمري هذاك 16 ans ولا كاميرا هذيك اللي فيها كاسيطة هكذايا. كنا راح نديروا الجزء الثاني تاع ريبورتور. يحا صح، كنا صغار. واش الحاجة اللي خلاتك تحب هذا لو دومين هذا ياسين وانت صغير؟ بالك كاين حافز، بالك كاين واحد المرة كنت قاعد مع يما جافي 13 ans. نحيو لاماما ديالو. وي بزاف نحيوها. دونك جافي 13 ans وكنا نتفرجوا في واحد الفيلم هكذا سيونس فيكسيون. بعد خلاص الفيلم وانا كنت مكونسونتري تبعته بيان. وبعد كي خلاص الفيلم قلت لها ما قلت لها اللي حبلوا لي مخرج. قالت لي كيفاش؟ قلت لها حبيت نولي مخرج. قالت لي واش يدير المخرج؟ قلت لها سي با جوستما واش يدير المخرج، ما على باليش واش يدير، مي هو اللي يخدم الفيلم. قالت لي ما تحب تمثل؟ قلت لها لا لا لا، قلت لها اللي حب يخدم الفيلم اللي يخدموه. كيفاش يخدموا؟ نحب نعرف كيفاش يخدموه. جافي 13 ans. 13 سنه كانوا عندك تساؤلات تاع واحد ديجا ماشي تاع لاج ديالو، باسكو واحد يحب افات على بالك بليك المخرج هو اللي يدير الفيلم. وعلى بالك بليك انت ميم الا ما بالكش شكون هو المخرج، بصح حاب تو رياليز الفيلم. حبيت لا كيوريوزيتي كانت قاتلتني، كيفاش لي فيسو سبوسيو يخدموا في لي سونس في لي فيلم تاع سيونس فيكسيون؟ كيفاش جون ما انتريساتنيش لي ستوار قد ما انتريساني لو تكنيك، كيفاش راهم يديروا هكذا؟ شفتوا المشوار الفني تاع ياسين بدا كي كان في عمره 13 سنه قبل ما يعرف كامل واش كاين في الكواليس. قلت لي جافي 13 ans 10 ans après 10 سنين وليت مخرج عندي اعمال في الساحه الفنيه. دونك ماشي عامل ماشي اثنين، اعطينا واحدين منهم. هو شوف الانطلاقه تاع الصح تاع الصح كان اول كليب خدمته بعد ما انا دير لا فورماسيون. بروميير فورماسيون سيتي فورماسيون اسيستون رياليزاتور، بعد مع الوقت خدمت رياليزاتور. دونك كانت الانطلاقه اول فيديو كليب خدمته اللي كان الفنانه سهيله بلاش بلي نوجهها لها تحيه، اللي جاز على قنوات عربيه بزاف، نقولوا واحد تقريبا 32 على قناه عربيه، ترشح لي الميراكس دور. من هذاك الكليب وليت نقدر نقولوا في 2018 2019 المخرج الاكثر طلبا في الفيديو كليبات. دونك في المسيره تاع عامين درت تقريبا 24 كليب. الله يبارك. كنت نخدم كليب في الشهر، ما كنتش نقدر ندير اكثر من كليب في الشهر باسكو كنت دو بريفيرونس لا كاليتي. بصح نقول لك اسكو كنت تخير لا كاليتي ولا تخير يعني نخدم بزاف باش ندير اسم؟ لا لا، كنت نحب نخدم بزاف كنت نقدر ندير 4 كليبات في الشهر، مي انا كنت ندير واحد واحد وتتقنو. واحد اكزاكتومون واحد، وسي لو فو نضحي بغنيه ولا زوج ولا ثلاثه ولا فنان كانوا اسامي يعني ماشي سيتي تري سيليكتيف. دونك هنا بدات بالفيديو كليبات. من بعد توقفنا فترة اللي جا الكوفيد توقفوا بزاف ناس. وي من بعد الكوفيد مباشرة جات الاقتراح تاع اني نشتغل كمدير فني لقناة سميرة تي في. وكي تلاقي مع كيما السيدة سميرة يعني اللي هي قبل ما تكون مديرة قناة هي فنانة، انسانة اللي تقدر الفن تقدر الفنان عندها نظرة، سي توجور ان بليزير دو ترافاي اونسومبل. دونك من تماك بدات مع سميرة تي في اللي عندها، وهي الحاجة اللي عندها سي تعطيك ثقة في نفسك. اكزاكتلي. ماشي انسانة اللي تقول لك ولا تحسرك ولا تقول لك بالاك ولا تخوفك، هي انسانة اللي اوفيت
اللي تفتح لك المجال. كما قلت انت هي فنانه، هي في فنانه في راسها، تشوف الانسان ديجا تكون عندها نظره. كما انت نعاود نولي لك ياسين، انا المره الاولى اللي تلاقيت بك ما كنت تعرفني، ما كنت نعرفك. انا الا راني في الحصه هذه سي غراس على ربي سبحانه وسميره وهو. وعلاش؟ باسكو شافني ما شفتنيش بالك كإنسانة هكذا، قلت لي بيا راني نشوف فيك كذا وكذا وكذا. انا كانت عندي كوزينه صغيره ملتم كانت شفا ياسين، قلت لي بيا وهكذا يدير بيا عندي راه جايني دي زيدي. وي غير كيما كان الحال بون هذا هو الارتيست. ما يشوفش الانسان كيما يشوفوه كامل الناس. وبالك هذوك الخصايل حنا ما نشوفهمش في روحنا. وي شوفي بايا، انت نهضر عليك شويه، نهضروا عليك انت يا كبايا. كاين بزاف اللي شاف، وكاين بزاف يعني مبدعين في مجالهم، وكاين بزاف نقولوا دي شاف عندهم خبره عندهم كذا. انت متميزه متميزه، فيك حاجه متميزه. دونك بدينا بالكونسيبت الاولاني اللي قلتها انا سميره، جو فوا بيان بايا في الشبكه البرامجيه تاعنا. وقالت لي هي ثاني، حنا كي نقول حاجه ولا تقول حاجه نكونوا دائما نظره متكامله، فهمتيني؟ دونك جي فيف سا فيك ديفيرونت، عندك طريقتك في ديجا انت كاع حكايه، فهمتيني؟ دونك بدينا بالعمليه، بدينا في الموسم اللي قبله كانت تجربه. انا سميره كي حدا قالت لي بايا راني حنشوف تجربه، قالت لي ما على باليش، قالت لي نعم عندي ثقه بك، بصح رانا حين نجرب انترناسيونال كويزين افيك بايا. هي وكان بعدك اليوم حكايه مع بايا اللي عاونتني بزاف فيها. وفي هذه وهذه سيتي ليماجيناسيون ديالك. شوفي هذه دوك نقول لك كيفاش جات الكونسيبت تاع هذه ليميسيون. جيتي افيك سميره دبي، ومن بعد لو مينيو هذاك عجبني، سيتي كل انترناسيونال. ومن بعد قلت لازمنا ايميسيون كيما هذه. بعد خزرت هكذا قلت لها بايا بايا بي فيغ سا. بايا ال ريسوا دي جون شيزال، باسكو علاش ال ريسوا دي جون شيزال؟ باسكو تري ناتوريل، ناتوريل بزاف. صح دوك انا كل شويه كان يجي الكاميرا نقول صح شي شي موا ولا شي الحمد لله، فهمتيني؟ دونك سي سا بايا. علاش بايا في هي في البرنامج تاع كل يوم حكايه مع بايا؟ المشاهدين نقول لهم برك باللي مازال شي حاجات جديد مع بايا، وحلة جديدة إن شاء الله للموسم الجاي إن شاء الله يا ربي. ياسين أنا ياسين رانا في الكوزينة، أنا قالوا لي حب المقروط، جبت لك المقروط ونهضرنا عليك شوية، وعلى بالي بليك تحب الرشتة. صح ولا ماشي صح؟ أنا صح. أنا سييت نحوس نفهم، قلت لهم واش يحب الطبق المفضل ديالو، قالوا لي الرشتة. قلت لهم أنا الرشتة درتها ديجا، بصح على جالي ياسين رايحين نعاودوها، واللي ما شافوهاش رايحين يستفادوا معاها. ياسين محفوظ قبل ما نعرضه حبيت نعرف واش يحب ياكل، وقالوا لي الرشتة. ألوغ جبت له الرشتة وزدت له المقروط المعسل خاطر يحبه. ميرسي بوكو. واش تقول فيها نروحوا للكوزينه نزيدو نقصروا شويه نطيبوا نستمنوا نشموا نزيدو ندو منك حكايات؟ انا ثاني طيب معاك بيان سور. يلا يلا ياسين تفضل. ياسين رانا في الكوزينه حنديروا لك رشته. الله الله ياك الرشته درتها من قبل، ملي حنعطيها لهم اليوم بالك بطريقه واحده اخرى. معليش نروحوا نبداو. كل ما نجي ديري لي رشته جوستومون. كل ما تجي ان شاء الله ياسين راح نبداو بالرشته تاعنا. وانا كاني حنبداها ما رانيش رايحه ندير الزيت ومن بعد البصل ومن بعد الدجاج، راح نبدا بالدجاج وحده بشويه زيت وشويه مارغارين نخليه يتحمر، ومن بعد نرمي له اللفت، ومن بعد نرمي له البصل ونخليهم يتعسلوا باش يجوني مكرملين، باش لاصوص تاعي ما تجيش تورورو، ما تجيش خفيفه، تجي عقده. انت كي تقولي لك شو زعما انا نعرف طريقه اخرى تاع الرشته. على بالي بلي قلت لك بصح الرشته كي تحبها كي تاكلها. اسكو كي تحب المرقه تكون هكذاك خفيفه، ولا كي ترفدها تكون ثقيله شويه؟ ثقيله ثقيله كويس سي فغي. وباش تتقال لازم لها لي تكنيك. اروح منا ياسين انا نجيك منا. ياسين اسكو يطيب؟ اسكو يدخل شويه الكوزينه؟ شوفي انايا بروبليم تاع الكوزينه سي كو ما عنديش الوقت. مي نحب نطيب، ما يقولكش نعرف نطيب، ما يدي بنينه شويه زعما كي نتبع هكذا. انا ما نطيبش بزاف بصح يدي بنينه، افهموها كيما حبيتوا على بالكم. تما هذيك المرات هكذا وين نطيب تجي مليحه. باغ اكزومبل انا على بالي الام ديالك اللي نحيوها طيب تري بيان باسكو قصرنا، وقلت لي الام ديالي ما كلتها. واش البلا تاعك بريفيري اللي ديره لك؟ بون ابار رشته. على بالي رشته ومور رشته العدس جاد دوغ العدس. نحب العدس ونحب العدس كي بالخضره حنقول لك اسكو تحبوا بالخضره، باسكو على بالك كاين بزاف العدس كل واحد كيفاش يديروا. انا وحده ندير فيه زروديه شويه بطاطا كلش شويه قرعه شويه لفت ما من لفت نديرهم كامل اون بوتي دي وندير. وكاين اللي يقول لك العدس بالخضره شنو هذا العدس ما يجيش ما تخلطولوش. سي فري سي فري انا بور مو الماكله سي دي سافور سي سي الروايح. سمع انا العدس كي نهار عيطت لي بون المشاهدين والله حيعطيكم عدس. سمعوني مليح ارتستيك، سمعوها وجدوا روحكم وسمعوا العدس ارتستيك تاعو فوندك. مانيش شافي عليا مليح باسكو علاش؟ والله العظيم غير كنت داير تليفون هكذا او بارلو حاطو وعيطت لها اليوم قلت لها بلي فوالا شايت العدس والبرد وكذا
قلت لها كيفاش ندير؟ قالت لي بيلي فوالا ليسونسييل، شفت على لي زانغريديون طريقه صافي صافي مطلع لي مي درتو بس زبري بس زبري. شوفي درت فيه كاع الحشاوش، درت فيه الحشيش بالبوارو، هي عطاتك لا ريسيت بيان سير بالبورو تاني كاع انواع الحشيش درتهم الداخل والزعيطره وجو مغابل واقيلا خيت نضيف دير شوف تقدر دير فيه واش حبيت العدس يابس ولا الخضر تقدر من دير الخضر تقلي به. شوش درت نحكمت الحشوش قادتهم قاربتهم بالخيط درتهم بوكي قاغني اسمعوا الحضاره وراي واصله وحنا يا رانا درتهم بوكي قاغني سنتزيغ درت بوكي وعمرت كامل يعني شوف شويه سميره تبان هنا غير ما نعرفش انا اللي ما نعرفش سامحولي ما تحب العدس والرشته العدس والرشته واش ثانيك ثانيك عطينا بلا واحد اخر هكا تحبوا بلا شوفين انا شو انا ماتور دي كوزين ايطاليان دونك تي سكي باستا ما نقول لك حاجه صدقني يا ياسين قبل ما نسقسي على واش تحب تاكل لو بروميير بلا اللي كنت حنديره لك سيتي لي تاغلياتيل على بيستاش كريم على بيستاش اللي هضرت لي عليها وكليتهم في دبي وقعدوا لك في راسك كيف نقول لك باش عرفتي ومن بعد تفكرت لي حكيت لك حكيت لي قلت لي فوالا وكنت حابه نديرهم لك بعدك قلت ها هو لا غير تراديسيونال يطغى لنهار واحد اخر نديرها لك كنا حكينا قبل المشاهدين كيفاش جات الفكره تاع هذا الكونسيبت اي با لو بلا اللي كنت ناكل فيه تما في دبي سي فري سيتي دي تاغلياتيل سي دي بات فيهم لا كريم فريش اون كريم بيضا بابا لاصوص بيضا نو لا كريم فريش لا كريم فريش خيبه لا كريم فريش ومخضره بالبيستاش وفيها لي كروفات سي واحد ميلونج تاع لي غو سي دي سافور لا بون كوراج اون فادير المطبخ تاعنا معروف بحاجات ولا بون كوراج باش نروحوا لحاجات بيزار كيما هكذايا هكذا نهضر مع لي جو محمس اللي يكرهم بالخير وسعيد سعيد لي تري غاسترونومي قلت له انا نحب نوصل لهم شويه لا غاسترونومي نحب نوري لهم ونخاف من الجمهور تاعنا قال لي بيا لازم باسكو حنا الجمهور تاعنا ماشي ساهل حنا مولفين المراقيش دواق جمهورنا دواق بصح حنا ما تلعبناش بالشطاطاح المراقي وما نقدروش ناكلو خلطيلوش يقول لك زعما شويه عسل في وسط لي بات ما تخلطيليش الملح والحلو الملح والحلو تخلطوه غير في الحلم الحلو ما تسقيليش انايا مغرفه لازم نشبع لازم نشبع باسكو اوني شعب جينيرو حنا اوني جينيرو حنا كوراما نحطوا الدجاج تاعنا يتقلى والدجاج تاعي حنديرو واحد ونخليه يدي تحميره في غرضو سمعوني مليح ما حندير بصل ما حندير ملح ما حندير والو نخليه في غرضو يتقلى عطيني الجفنه ياسين فوالا هاكا شاطر نورمالمون ما يديروهش باسكو يقول لك السنه تفكر مليح يلا يلا ما يديروش الملح باسكو ما يخليش الطياب يطيب سي صا ولا راني غلط شوف الملح واش يصرنا راح يطلق لنا الماء الحاجه اللي ديرها فيه يطلق لك الماء فوالا والبنه تاع الملح انا دو بريفيرونس دي فوا نقلي فيه تو ديبون لو بلا نقلي فيه دي فوا في الديبي دي فوا في لافا بالضبط ما كيطلق الماء ما يخليش ما يخليش لحتى تحس فوالا يطلق لك هذاك الماء يخسر لك شويه بالضبط ها يا ياسين في الكوزينه في الاخراج في الاعداد ياسين اسكو راك توجد لنا حاجه جديده اسكو كاين جديد اسكو على بالي بلي انت ما تحبسش انسان شو دوك لي زيبر اكتيف دراري صغار اللي ما يحبسوش كيلعبوا اميزون بالربي ياسين هكذا انت ما تقدرش انسان ما تقدرش تقعد ما دير والو ما تحملش روحك لا نو نو شي في كونجي نتقلق شويه بلا نو كيبي راحي بحاجه هكذايا مي الخدمه فو مو سي كوم سي راني تستمتع اكزاكتومون اكزاكتومون شغل تو برون بليزير كي تخدم ماراكش تخدم في ليك راك تو برون دو بون طون كيما قال واحد اكزاكتومون دونك ان شاء الله كيما العام اللي فات وانا في رمضان اللي فات فوازير كانت اسمها اللي هبلتني جات لهنا الكوزينه دارت فيا حاله من من الحد اللي دارت فينا حاله ونحيوها ونتمنوا لها النجاح اللي ارتست كومبلي وجاي تحيه هذا العام فوازير واحد اخرين راح يكون جديد وي بيان سور فوازير واحد اخرين كونسيبت جديد حنروحوا فيغ لانترناسيونال سا فيدير اون با بارلي دي بلا اي دي كوستيم ماشي غير لي بلا حنفيزيتيو الهند نفيزيتيو لا شين نفيزيتيو ايطالي البلدان العربيه حيكون سكوب راح تكون معنا كنزه موسلي هي اللي راح تكون في الفوازير هذا العام صح دونك حيديكوفريوها عندنا حيكون عندنا صوت واحد اخر وجه واحد اخر وانتيا ما تحرم حتى واحد كل واحد تعطي له حقه في الميدان هذا كل واحد تخلي له لا شونس ديالو اكزاكتومون باسكو الجزائر معمره فنانين فهمتيني وكامل ما شاء الله عليهم صح كل عام قولي واش ندي واش نخير اكزاكتومون اكزاكتومون فوالا تسمع عندنا وجه جديد هذا العام عطى لكم سكوب اون ديريكت اسمعوا اسمعوا قلت لكم نجيب لكم غير جديد ايه عندنا
لا كويزين تاع بايه بحله جديده ان شاء الله. عاودت تبدل؟ وي بيان سيغ كل عام نديرو لك جديد ان شاء الله. يبان لك كما يقولوا بالبلاد ان شاء الله. نقعدوا في لو ميم، نقعدوا هكذا في الحصه هي هي. هو لو كونسيبت حيكون برسك لو ميم داكوغ، مي حله جديده. حله جديده نبدلوا لها. وي حنا يا خي ليزالجيريان كل عام نبدلوا شور، عم نبدلوا و سي فغي صح. عندنا هذيك تاع لازم نبدلوا شور، نبدلوا المخايد، نبدلوا بلاكار. وي الله يبارك. هذا كما عندكم لي سكوب مع ياسين اليوم. ايه هي ياسين لا كوزين تاعك باهيه بالك كوم كوم سي 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 اتموسفير تاع دار. والدار لازم له دفا صح، دفا تاع اون فامي. وهذا باش تمدي كل المشاهدين. وانا هكذا نقول لهم، نقول نحب نوصل لكم الحاجه اللي يكون هنا في الدار، ماذا بيا نوصلها لكم من عند من عندنا من الكوزين. زعما ما ديتي لي والو، ما قلت لي قطع الزبده. نعطيك شويه تدهنها لي بالزيت. بالزيت ايه نعطيك. دخل يدك في الزيت ياسين، دخل يدك في الزيت نورمال. ها شوفوا قلت لكم كاميكاز، نروحوا نحلوها بشويه زيت، غير شويه. انا ندير لك هكا وانت سي نحلوا هذوك العقدات. اسمع تفتحهم هكذا فوالا، غير بالزيت باش نعاونوا روحنا برك هكا هكذا طاك. وانا نحمر هذاك الدجاج. اسمي ما تضحكيش، راه جامي درتها. ايه راح تعلمها لي مشاهدينا نورمال هكذا. شوفوا هكذا وين كاين مفتوحين حلوها. شوفوا الشاطره هكذا. ياسين ياسين ياسين، علاش حنزيد نهضر؟ باسكو باش نحمر هذا. في ميسيون هنايا غير تجي تسقسي ولا يسقسيوك؟ معليش يسقسيوك. لا خويا شوف سقسيني قبل ما تسقسيني، نروح نوري لك ياسين. يلا شوف لا كولور اللي جات. اه وي سي فريمون دوري. فوالا ندو نحمرهم هكذا، باش نجي نحمر هذاك هكذا. او يشهي ديجا دوكا ويشهي. فوالا هنايا بديت تحمر ونحس. نتشفى في الموسم اللي فات قلنا نحب هذيك الصفه تاع ومازال يقول عندي الناس كي تلاقاو بيا ياسين يقول لي عندك هذيك تاع بش وتكتك يتكتك. عندي ذلك تاعي تكتك، ما يقولش يغلي يقول لي تكتك. باسكو علاش؟ علاش؟ باسكو انت بوغ توا الماكله ولا الطياب تحبيه بكاع الحواس تاعك، تحبي تشوفيه، تحبي كي تسمعيه كي تذوقيه، تسمى تعيشيه. اكزاكتومون سي فغي ياسين. كي تكون بوغ توا ديال بش الميوزيك بوغ توا. والله غير صح ياسين، على بالك انا في الدار كي نكون نطيب وشاك فوا نقول للمشاهدين زاولنا مجميع وحده في هذاك النهار ولا ما كانتش مليحه ولا ما حسش بون، دي فوا سي زوبلي سي دي زوبليغاسيون. نقولها الا حسيتي روحك ماشي مليحه وكي حابه ديري كاطو ولا كي حابه طيبي ما كلاه تدخلي. باسكو ما النفس نفسيتك حتنعكس عليها. تنعكس عليها وصدقني بالله كابابي يكون ما يجيش مليح ما خدمتيش افيك امور. بصح لو كانت تدخلي بمحبه خاطر كل شيء يجيك بنين. كاينه هذه. والحاجه الثانيه كاين الناس اللي تخاف من الكوزينه. كاين ناس تقول لك انا هذا كاين اللي عندها مسكينه تروماتيزم باسكو خطره طيبت جو سي با انا بالك عجوزتها بالك يماها بالك خوها ماشي بنين وشنو هاد الماكله. من هذيك الضربه شت كيما يصرى لك ان شوك في المرض في الاخر تقدر تصرى لك عفسه في مخك. عباد شوي تروماتيزم ما نسيتش ندخل الكوزينه طيبت ما عجبتهمش. اكزاكتومون هذاك هذه تجي من الدار. انا نوجه تحيه لبابا. هذيك الانفلونس تاع الدار. اكزاكتومون نوجه تحيه لبابا اللي جامي قال لي ما ناقصها ملح. ما بدا تكون ناقصها ملح، ما بدا تكون شحال نحب هذوك جامي زعما دي ناقصه ملح هذه على ديتي هكذا على حرقتيها على نو جامي. ميم الا كانت الحاجه زعما اذا كانت بنينه، اذا كانت بنينه يعطيك الصحه، اذا ما كانتش نورمال ولا فيها ديف ولا اسكت. ما شاء الله. علاش؟ على بالك هذه واحد الخصال ماشي كامل الناس عندهم وما تقدروش تعرفوا. صدقوني بالله لو بيان في حنايا اوطون كو فان في الكوزينه، لو كان يجي الزوج ديالك ولا الاخ ديالك ولا ان مومب دو لا فامي يقول لك نسخس برك شحال بنينه. وي صح ياسين، هادي طلع لنا الموغه لواحد الدرجه. وعلاش؟ باسكو حنا كي نطيبو ما راهيش سهله، كي واقفه راكي تتعبي، عندك حوايج كي مخليتهم جيتي طيبيها باش تفرحيهم. ايماجين واحد ياكل ياسين انت كي حطيتي فيها كامل الاخر ديالك وتروحي انت ليه ماشي هو بنينه. كنت جيعان كليت. الجوع يوكل. مليحه ناقصه ملح، ناقصه ملح الجوز، محروقه ماشي هكذا ماشي مجمره ولا غير هذيك الكلمه الطيبه اللي تمدوها كما قال لك. شوفوا هذا سان اكزومبل، قال لك باباه الا كانت مسوسه يسكت ولا كانت محروقه يسكت، ماشي معناتها هذه ضعف ولا حاجه. هذه انا بالنسبه لي قدر. الحاجه اللي حبيتها في العائله تاعو هضر عليها، قال لك الاب ديالو الا كانت محروقه ولا كانت طايبه ولا ناقصه ما كانش يعلق، كان ياكل ويسكت. معناتها كما نقولوا حنايا يحمد ربي. هذه كاينه ما في حديث اللي مانيش حنقولو باسكو مانيش حافظو. داكو دونك هذه من خصال وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم. جامي كان يعاير الطعام ولا الماكله. وي دونك هذه نورمون حنا كمسلمين نورمون داخله في ديننا قبل من الاتيكيت تاعنا. صح صح. علاش نقول لهم؟ قلت لك كاين شي بنات مساكن
انا نتلاقى بدي جون في تقول لي انا ما نزيدش ندخل باسكو شوفي واش صرا لي درتها وما عجبتهمش وخلاص ملتم. لا لا انا نقول لك ما تخافيش، انا نقول لك عاودي رفدي روحك، هذاك اللي عاير هذاك اللي قال لك ماشي بينا عاودي ديريها وتعاودي تخسريها معليش وزيدي عاوديها حتى تنجحيها وتديها له حتى يقول لك واو. يا يا اوسي مي دو دي سور في زوج اللي نحييهم واللي يقول انا ما نقولوش بزاف زعما واحد ما نعرفوش بزاف المشاعر انا مي سور نحبكم بزاف بزاف اي لوف يو والله. شفت كيف انا خويا الله يرحمه وخويا هذا صغير عليا ربي يرحمه ويسع عليه، حنا كانت عندنا هذه خويا كان ما يحشمش صدقني حنا 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 اوني كونسيرفاتور صح بصح هذيك تاع انا دوكا جو ريغريت با انا كاين شي ايامات وين نوقف نكون قاعده هكذا ونتفكروا تفكر ليامات تاع نقول ما حرمنيش من هذيك نحبك ما حرمنيش مي كان يحكمني عنقني اي دوكو هكا حقيقه انا هادي لا ريغريت با من جميع خو كاين خاوه اللي نعرفهم يكونوا شويه تقول ان بو سيفير هكذا ان بو نقول له حنحن على اختك من ذاك باسكو لو كان ما تحنحنش عليها انت ان جوغ راح تتفكرها وراح تندم لا سا سخا تخو طاخ فهمتني يا سي ديزولي اللي بالك انا لا لا هذه الدنيا حاجه كيما هكذا نو هذه سنه باسكو المشاهدين ما يشوفوا بالك لي لا ما عندها لا لا لي لارم اوزيو هذه سنه معرم هكذا باسكو انا خويا كان خويا كان وليدي كان واش نقدر نقول لك انا خويا اصغر مني ربي يرحمه ويسع عليه ويرحم كامل موتانا وهذه سنه الحياه من جميع حاجه جينا من عند سيدي ربي واش نقولوا ياسين مرحبا بيا والحمد لله والحمد لله جوستي فيير كي لي جو سوي سيغ بلوتو كي لي فيير دو توا على بالي بها وحاسه بها صدقني باسكو اشاك فا كان هو كان يخدم في البابور كان بحري كان يقول لي بايا نكون خدام ونكونوا قاعدين هكا وجوزي قال يبداو يقولوا قال نقول لهم اسمعوا هذه اختي بالك واحد بالك واحد يهضر هذه اختي بالك واحد يهضر شوف اي سا كي تفكر يامات هكذا والدنيا هذه وني غيان جيتو اليوم رانا هنا غدوه ما كاش واش يقعدوا يقعدوا غير ذكريات ذكرياتنا وحوايج اللي خليناهم في فوالا سي سا ذكريات دي سوفونير اللي منهم نقعدوا نتعايشوا بهم فهمتني يا سي سي ان كونت معمرين علاش انا ان شاء الله ربي يخليك لخياتك وان شاء الله ربي يخلي هاد المحبه بيناتكم جميع واحد راه يشوف فينا ان شاء الله ربي يخلي له هذيك من جميع واحد يكون شويه كريسبي هكذا معليش يطلق روحه شويه ما فيها والو يطلق روحك شويه فوالا واش تقول فيها ياسين خليك تحل الرشطه صح شوفي جبتو هذاك كملت ولا لا لا راهي هايله شوف كيفاش حلها لي شوفوا ما كسرهاش كامل شوفوا تريجلي سيتو عندي معاك راهي عندك صابون لهيك ياسين باش نقول نزوخ على ياسين نقول له عندي الصابون عندي الماء عندي كلش الرشته تاعنا حليناها بشويه زيت كاين اللي رشها هنا انا ما رشهاش واش راح ندير نستناه يزيد يتحمر مليح سنه ونوري لكم باش هكذا نمرق له شوفوا معايا خلينا ما نوري نخبي عليكم والو شوفوا هنا شوفوا ما درت قطره ما شوفوا معايا استني نشوف اروح معايا ياسين مازال ما لحقاتكش الريحه دوك تبدا هنا باسكو راني غير نعسل مازال ما مرقتش شوفوا كيفاش تحمر الدجاج نوري لكم برك هكذا هاك اسلم ما حبش يطلع يا دجاجه تعالي وهنايا في كنت نقصر مع ياسين ونسيت روحي بالك لاستوس هذه ماشي كامل يعرفوها مي على بالي الماجوريتي تعرفها الرشته تاعنا في المرقه ديالها نسكر في جولها حبه تاع اللفت او ديبي كي نسكر في جول هذيك الحبه تاع اللفت راح تمد لنا واحد البنه اكسيبسيونيل وكي تسكر في جوها ما تسكر في جوهاش حتى تمرقوا سكر في جوها وانتم تقلوا كي تحطوها كي تكونوا تقلوا فيها مع البصل اه سي بيان ديجا هذه مليحه باسكو كاين بزاف ناس ما يحبوش اللفت ما يحبوهاش دوك كي تحطيهم هكذا حبه كامل هو صح لازم باش يطلق البنه هي يقول كي تطلق البنه بعدين نحيا الحبه هذيك هنا ياكلها بلا ما زيتو ما يفيقلهاش وتجي بنينه ياسين بون على اللفت هذه على ياسين اللي راهو معنا حلنا رشته الله الله انتم اللي راكم تشوفوا فينا انتم اللي هدا وين زبيتو طحتوا فيا راني مع ياسين محفوظ المخرج ديالنا هنايا وليد سميرة تي في نقول لكم بالك وتزابيو باسكو مازالت لنا اون سويت اتو سويت شكرا حاجه بكرة ماركيتها قولي. القرعه كي قطعتها ماشي كيما ما فيش فيها فرشتها ما حبيتش حبيت نبدل شويه لا فورم حنا دائما نديروها بالطول هكذاك درتها هكذايا قلت زعما باش نبدلوا لا فورم تاع الدريساج كنت على بالي تحب بزاف الديكور قلت ندير له رشته بيان ديكوري كيما يحب هو واش قلت فيها الله يسلمك نعاود نولوا للسوجي تاعنا من قبل كنا نهضروا على الاخت ديالك وي قلت لي فوالا عندي اختي الكبيره قلت لك تحب تسيي ايفيدامون كي تسيي حاجه معناتها جديده عليك ماهيش حتخرج لك من الضربه الاولى كيما كحاب ولا كيما ساسبو تخرج لك مي بصح فور بوزيبل المره الاولى راك تسلم الوغ كي نشوفها هكذا زعما بالك جات شويه سيرتو لي غاتو ولا جات شويه يابسه شويه ناشفه كيفاه قول لها نورمال معليش
ناكلوها فات انت تشجعها ماشي آه. هذاك تقول لها عميتي ها سي مازيدش عاوديتها ناكلوها ومره جايه عاوديها وايفيتي لي غلي درتي هذه المره هذا ما كان وهذا التشجيع واحد المره قلت لها شوفي قلت لها هو ما خرجلكش القاطو صح انا كتبوش تعمل لي حادي تاع ما خرجلكش لا قلت لها باسكو كان على بالها باين بلي ما جاش كاع قلت لها ما عجبك ما خرجش القاطو هو فانا دقت هكذا قلت لها بلين اي نيماجيني بلي هذا قاطو واحد اخر كامل ايه ومرة جاية ديري شتي حابة ديري لا غير اخت فات مكان يتسمى باش ما طيحلهاش المغان ايه باسكو عيات فيه هاني معاك يا ياسر بصح ماشي علاش قلت لك نتعبوا دي فوا واحدة انسان مسكينة كاين اللي يعرف كاين اللي ما يعرفش يحب يدخل الكوزينة ويسيي هذيك الحاجة ودي فوا ما تصدقش كيما قلت ماشي فورسيمون تصدق لنا رشتها راهي ايبر سخونة راني نضارب معاها نسقسي كيفاش راكي تخلي يدك ايه ندخلوها هكذا باسكو موالفها بالسخونة راهي تغلي برك نسيو نحلوها هكذا واللي ما يقدرش معليش يقدر يعاون روحو بفرشيطة هكذا يحلها هنايا كاين اللي يروح يرشها بالماء والملح مي انا نقول لهم وكاين بزاف ثاني ناس واحد اخرين يرشوها بالمرقه تاع اللي طيبناها وي علاش باش تجينا بنينه راهي تشبعت بهذيك حاجه واحده اخرى اللفت اللي درناها مقبلات نوصل واحد تمد لنا بنه في المرقه يدوزي راح تعطينا مرقه خطره باسكو المرقه البيضاء ماشي سهله لا بليبار دو طون جينا ترونسبارونت وهكذا خفيفه هذه مازال ما عقدتش مليح نخلوها تزيد تحقد تزيد تولي عقد اكثر هذه الحاجه الاولى دوك نروحوا نفروها فوق الرشته تاعنا نصفيها باش نحي هذاك البصل هكذا نكاردي غير هذاك الماء داكور وهذا البصل ما نرميوهش ايوا واش نديروا بنا نعاودوا نرجعوا للمرقه تاعنا بيان سي صار والو والو باش نستفادوا منه هكذا حسيت شفت لك انا هديه شد لي قولي لنا ما شفتش سخون لا لا هاي بارده هكذا هاد البصل نعاودو نرجعو البول بارد من المقطع تاعي يعطيك الصحة شكرا ياسر ونروحو ندير اللفت القرعة اللفت درتها الحميصة درتها حاجة واحدة أخرى قلت لك هادي رشتها اللي أن بو سبيسيال فبو سبيسيال عاود بدلتها شوية على جالك باسكو درتها مرة إي باسكو صح ولا غير كيفاش يقولوا بحبة خاطر الله يعيشك الله يسلمك ناخدو هذاك الدجاج ديالنا يسلمك نحيوه باسكو راهو طاب هاد الدجاج واش نديرولو ياسين نروحو ندهنوه بلا مارغارين هو ديجا راه تشبع بالسمو ونبحتوه للفوق يزيد يتحمر وي دوك نحولو هذا نديرو غوايا الرشته تاع اليوم غوايا نعاودو نبحتوه يتحمر باش يجينا بنين هنايا المرقه تاعنا راهي تختر في غردها القرعه ما عندهاش روح طيب تمتم نديروها دائما مع الاخر نديرو القرعه ما تذبلش فوالا باش تقعد هذا راح شويه فوالا ما لازمش تطيح لنا كامل نخلو هكذا تاك ونطفو عليها فما نطفوش نقصوا لها في النار ونخلوها طيب في غدها وميم طرح نشبع شويه من ياسين ونزيد نعرف عليه اكثر واش يقدر يحكي لي ياسين اسكو هو يحكي لي ولا نزيد انا سقسيه كيما تحبي انا يعني في داري مانيش طيب جوستومون انا ماذا بين نزيد نعرف عليك اكثر ياسين الوغ سي با كوم رانا ديجا كاين واحد الحاجه حبيت نقول تفكرت هذوك كنت تحلي بالفرشيطه تعلمتها قولي لي دا اسكو سي جوست ولا لا باسكو تي هي اللي تقولي لنا قولي دون هذا سي رشته مي دون لو كا وين طعام إيه؟ قال لك باش تحلوها هكذاك بلا ما تحرقوا بالفوي قال لك يا با ميو كو الفوي وعلاش الفوي باسكو لاك اي ولا غير ما بانيش علاش انا الفوي الفوي نون سيلمون راح يفيتي لك باش تدخل يدك في السخانه هذيك والحاجه الثانيه راح يزربع لك الحبه تاع الطعام ما حش يخليه يتكدس داكور فهمتني باش ما يوليش هكذا حتى هذاك لي في تاع الفوي يخليه كامل مزربع ولا غير شوفوا راه في الدومين تاع الكوز شحال خادم صح شحال من كوزينه خادمه شوفي هي كوزينات وي خدمت كوزينات لا بيان سور صح بيان سور سي تو تافي نورمال في ساميرا تي في على با سي كوزينات دونك سيرتو على ليبوك دوكا المشاهدين باش يعرفوا انه ساميرا تي في توسعت وعملوا ماركاو هذا الشيء جوستومون من قناه الطبخ الى قناه المراه كي نقولوا قناه المراه يعني ايفيدامون لي سونتال مورنينغ اكزاكتومون اكزاكتومون كاين تجديد في الشبكه البرامجيه في قناه سميره تي في دونك برامج الطبخ يقعدوا هما البنا والشباح اكزاكتومون مي يدخلوا عليها اضافات يعني الببليك اللي يحب لا كويزين ما راحش نفرطوا فيه يقعد هو يقعد كاين لي كويزين توجور تجديد توجور جديد مي كاين اضافات كيما دوكا يعني الحمد لله عندنا كيما المورنينغ عندنا برامج على المباشر حيكونوا قنوات عندنا دوكا باغ اكزومبل هيروزيوم سي سبيسيال بور انفون سمح بينا كل واحد نعطوا له شويه العائله صدى كبير هيروزيوم دار ان كرون ان فرونش الحمد لله سي غراس على
اونيكيب اللي وقفت عليه كامل حي كامل. ماشي سهله، حنا كنشوفوا اطفال هكذا كيزغدوا ويلعبوا ياسين، كنا حنا نهضروا شويه على الكواليس نتا راك عشتها كي بور جيري ان انفون او دو، راهي ديجا حاجه كبيره. كيفاش كنتوا تقدروا تجيريو كامل دراري، كل واحد مونتاليتي تاعو، كل واحد كيفاش مفشش، كل واحد كيفاش داي كامل فشينا بزاف مفشين، والبروبليم كيجيو يزيدو مفشو ويزيدو تفشوه، هادي شوكولا هادي حلوه هادي كدا كاع كاع، ميم الفريق التقني بداهم تما كامل كادرير كاع كاع شغل ولادنا. عندك كل حلقه فيها 24 ولد، ما على بالي بلي الاباء يديروا فيكم ثقه كامله، كاين اللي يحطوا ولادهم مور الكاستينغ. علاش؟ باسكو تحطوهم في واحد الجو ما شاء الله، وانتم توفروا لهم كلش باش الطفل يكون ايبانوي. درنا انفورماسيون مع ليميسيون هذه، حنا تفورمينا ولينا الطاقم التقني ولا كاع نونو كاع اوني دي نونو. عمي يضحكوا عمي يضحكوا باسكو كاين اللي كيف اللي خدموا معاهم وعلى بالهم. طبعا عمي يضحكوا كاين ليليا ليليا اللي راهي مور الكاميرا الحيوه، اللي بارفوا تخلي الكاميرا وتروح تسقم الكيكينات تسقم لك هذه، تعاود لها الطفله تعاود لها الضفيره في شعرها تقول لي تسقم لها قلبها زي قاعدين. وحنا بالسيف بالسيف عليكم، حكيت له على المشاريع تاعو منها شفنا شحال نهضر، رحنا لهيروزيوم وهيروزيوم عندنا ما ضحكنا، قال لك ولينا كامل دينونو. باش تعرفوا بلي الدراري صغار ما راهمش ساهلين باش تمشيوهم. ايجيكو هذيك ليميسيون كيفاش كانت؟ حكي لي شويه على ليكسبيريونس هذيك. اكسبيريونس تجربه حلوه وبزاف صعيبه. صعيبه في نفس الوقت؟ صعيبه باسكو عندك ديكور ضخم، ديكور ضخم اي فيها 8 ورشات بلس الساحه كما نقولوا 9 ديكورات. ستريس كيفاش كنتو تستريسيو باسكو ماشي ساهل؟ كيفاش تجيريو هذاك لو ستريس تاع الدراري فاس كاميرا ياسين انت باسكو انت على بالي بلي كنت دير لهم لي كاستينغ ثاني كنت اللي تكاستيهم، كيفاش تخيط الطفل؟ كيف احكي لي غير شويه هكا باش تكون عندي نظره. راكي ديجا السؤال تاعك كي حكيتي فيه الجواب ولا عرفتي الجواب. علاش ليميسيون اللي بازي سور لي زونفون، لي زونفون الصح لو شام تاعها يبدا من لو كاستينغ. لو كاستينغ كيجو ما نشوفوش شنو الموهبه تاعك برك، نو نكسروا معاهم نكسروا معاك شغل نقعدوا هكذا. الولد هذاك لازم يجلس لامي تاعك فوالا باش فاس كاميرا وي فاس كاميرا يكون اليز مرتاح شغل في دارهم، باش توفري له هذاك الجو تاع الدار كيما نفس الشيء وشكي موفره انت لضيوف كامل هنا في البرنامج. صح دونك نوفروا لهم هذاك الجو هذاك اللي راهم في دارهم. ابخي لو كونسيبت لي تشالنج اللي يديروهم تو سا سي سقسيك حاجه. اسمح لي قطعت كلامك بلا حسن، انا نحنش كيوريوز. قول لي اسكو صراو لك دي كا وين يجي الطفل ولا تجي الطفله في الكاستينغ تشوفها واو الاكلات هايله تقول هادي اني نشوف فيها حاجه لو جور جي وين تجي باش تورني الطفله البوك ولا الطفل اللي بوك اسكو تصرا لك ولا صغار ولا صرات؟ ماشي بزاف باسكو لو كاستينغ كي ليكيب بيان فيت مي صرات صرات با مال دو فوا. لا سوليسيون سي كو تراك هذاك مش سهل لا جيري على بالك، حنا الكبار وانا دو مال وحنا من بعد عندنا نتعاملوا معاهم بلا بسيكولوجي، بدا من لانجينيور دو سون وليتو كامل وي من لانجينيور دو سون وطلع يدير لهم ميوزيك شابه في لي بوز تحطوهم فريمون دون زان نسطحوا معاهم نضحكوا بعدا واش يولي؟ يولي هو يطلق روحه ما تعطوه اي باسكو تحطوا لهم تحطوهم في جو تعطوهم كامل كيفو باش تخلوهم يكونوا ومن بعد يولوا يحكوا بارفوا حتى حنا نولوا نضحكوا اللي نحكي وما قلتليش واش ندير قولي واش نعاود. خلاص انا كملنا نحن نحمروا الدجاج باسكو كي نحكي وانا وياك ما نحبسوش. اه وي حنا انا حبيت نوري لهم طريقه جديده. لا مي شويه بدلت فيها على جال ياسين برك اليوم. ميرسي بوكو الله يسلمك. هنايا ياسين جو سي بالي تحب البيض، كاين اللي يخلي معاها البيض يديروا في انايا ناكل كلش ناكل كلش ناكل كلش بكري بكري من بكري ناكل كلش. بون كي كنت صغير كان كاينه فايس ما ناكلهمش حاجات كيما اللفت كيما كابويا كيما باغ اكزومبل الشوفلور نو ماشي شوفلور اسمه كرومبيط. كرومبيط صح كرومبيط ماشي سهل باش ناكلو. من بعد مع الوقت وليت نقول تاكلها باسكو لازم ماشي باسكو بنينه ولا ماشي بنينه. لازم على واش كوتي تاع الصحه ولا الكوتي تاع باسكو هذا واش كاين ولازم ناكل. يا دو تخيك بروميامون الصحه اي دوزيامون يولي عندك الانسان لازم يكون منفتح في راسو تنفتح على الاخر صافي يدير الماكله سي كولتور. اذا هذاك يدير دو تخيك لي على باز نتا ماشي موالف تاكلهم مع بعضهم زعما باغ اكزومبل في لاشين ولا في الهند ولا سي با باسكو ماشي بنين ماشي بنين بور تو باسكو ماشي موالفو ولا بالك ما شفتو برك خلعت ما حبيتش تذوقو ماشي موالفو تعود عليها حتاكل كلش. هادي راني معاك فيها. سمعوا الكونساي تاعي ياسين محفوظ اللي تعلمته من عندها ولا غير هو ثاني هو في روحه راهو ثقافه. انتم راكم تشوفوا فينا انا وياسين الهضره كنا نقعدوا هنا باكم نباتوا معكم حتى الغدا وان شاء الله انتم ما تزافيوش وحنا ما نسكتوش. الرشته راهي واجده الدجاج هذا دوك نروح ندير له ان كو تاع مارغارين هنايا نزيد نتبلو غير بشويه تاع الملح شويه تاع قرفه اللي يحبوا اللي ما يحبش ما يديرش نبعثوا يتحمر. الرشته تاعي راهي براتيك ما واجده نستنى غير اللفت تشد روحها شويه ونعاود نولي مع ياسين نتلاقاو في الطاوله
باش نقول لكم على خير. ما على بالك وتزابي ودوك نقول لكم توتسي. ياسين يعطيك الصحة على الحضور ديالك، يعطيك الصحة على الميسيون هذه اللي جازت واش نقول لك روعة. ما شفناش الوقت جاز، كنصبتنا كان درت لك نغوسات واحدة أخرى باش نزيدو نجيبو بها الوقت ونزيدو نقصرو أكثر ونمتعوهم معنا. تما أنت اللي طيبتي وأنت اللي عرضتيني وأنا اللي عطيني الصحة، أنت اللي يعطيك الصحة. والله يعطيك الصحة ياسين باسكو قعدتك حلوة، قصرتك حلوة، وقالوا شوية بيرسون غيش. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو سي أنونور بو موا، و سيتي أن بليزيغ، سي أن بليزيغ اللي جست معاك. حليت رشدة ياك، شتيني بلي شاطر. حليت رشدة وشاطر وهدرنا على العدس، والعدس جاه بنين. شفت بلي كان تاني قصرنا وحكينا أن بو دو تو وحكينا قدم على غير. انا ما عطيتكش حقك كامل باسكو مازال ما ديناش كلش من عندك، بالك حصه واحده اخرى ان شاء الله ياسين. برومي لي قدامهم باللي كتجي باسكو هكذا نحكوا من ديك اللي تجي. جي بليزير بصح وشاهدينا صح انا راك كيف نتلاقاو ونتلاقاو، ما على بالهمش بلي كيكونوا دوطخ انفيتي انا نجي هكذايا وننقب هكذا ناكل الماكله ديالك وما نقدرش نراطيها. سي ياسين ومرحبا بك في كل وقت دار تاعك. ميرسي بوكو تعيش. الله يسلمك. سمير سمير شكون سمير؟ شكون سمير؟ سمير بن عيسى كنت عندهم قبيله. سمير ياسين قول لي واش نقول للمشاهدين سميرة تي في اللي راهم يشوفوا فيك واللي يتبعوك واللي يعرفوك والناس اللي تبعك تاني؟ قول لهم سيرتو قول البيبليك تاعك تاني هو انكلو معاهم. دونك ان شاء الله كنا خفاف عليكم وسناونا في بزاف حاجات، شبكه برامجيه ضخمه ومفاجات كبار. دونك اون في تو سات بريباراسيون جوست بور فو فوالا اللي جاي احلى ان شاء الله. شوقتنا يا ياسين. ياسين قلنا بليك برامج ضخمه راهم جايين سميره تي في، انا نقول لكم كونوا في الموعد. انتم مالكم تشوفوا فينا رشته تاعنا راهي واجده، الدجاج حمرناه خلينا له حبيبه تاع البيض، حبذا لو كان تحبوا تحكموا حبيبه تاع الزبيب سيها وي نعلق رشته يمد واحد الكوتي سكري سالي بزاف بنين وي واحد ليكيليبر هكذا شباب يعرف يعني. رشته انا كنت درتها لكم من قبل، حبيت نجيبها لكم اليوم شويه نبدلها. زدنا فيها اللفت مسكر في جالي راح تختر لنا المرقه وتمد لها بنا، وزدنا فيها الدجاج اللي حمرته وحده اللي تاع تكونوا كتبتو، ومع الاخر كامل درت فيها من غير فتا قهوه تاع سكر اللي مدت لنا واحد ليكيليبر. كي داقها ياسين قال لي يا بايا واش فيها؟ قلت له فيها سكر، قال لي علاه ما قلتي لهمش؟ قلت له مع الاخر قطعتها بالسكر، قلت له باسكو ما يتقبلوهاش لا غوسيت الاصليه ما فيهاش سكر، قال لي سي اهضري عليها باسكو اللفت والقرعه هذيك السماطه تاعهم ما حسيناهاش، جات بنينه وكان فيها توازن. لو كان يكون عندكم شويه تاع زبيب مع الاخر كامل ربيوه شويه المرقه سخونه وعاودوا ديروه من الفوق راح يمد لكم بنه هايله. المرقه تاعي شوفوا كيفاش راهي خاطره، كيفاش راهي شويه با عندها الوتش كما يقولوا ناس زمان، دارت الوتش. رشته تاعنا راهي واجده. على هذا ما بقى لي غير نقول لكم كي العاده تهلاو في روحكم وما تنساوش تلاقاو المره الجايه مع ضيف جديد، غوسات جديده، اي سكتو حكايه جديده وادوات جديده. تهلاو في روحكم وتبقاو على خير. Thank you.